من اكثر الامور الاجتماعيه والتربويه اللي لازم على طول احنا نضوي عليها ونعرفها، اضطراب الكلام او التلعثم او التأتأة يلي ممكن تصير عند اطفالنا بعمر معين وتورجينا انه هون في مشكله بالكلام عند الطفل، ممكن ما يلفظ صح او ممكن يطول بالكلام او حتى يصير في تكرار بالكلام. هذا الشيء ممكن يكون بمرحله عمريه معينه بحاله طبيعيه لانه هون الطفل بيكون عم يستعد للكلام بحياته، ولكن لما تمتد القصه لوقت طويل هون بيكون في حاله مرضيه، ولما يكون في حاله مرضيه لابد انه نوعي اكثر ونعرف اكثر شو هي طرق العلاج. اكيد هذه اليوم عم نحكي عن التلعثم او بالمصطلح العام نحن بنقول انه الطفل عم بيتأتئ. اليوم هاي الحاله ممكن تظهر عند الطفل بعمر 3 سنوات، ولكن الاخصائيين بيعطوا مجال ل5 سنوات كرمال يروحوا للعلاج الطبيعي. بهاي الفتره ممكن الطفل يكون نتيجه دلال فات بهي الحاله، بعد ال5 سنوات بصير المشكله بحاجه لتشخيص واكيد رحله علاج. اليوم عم نحكي عن مشكله ممكن يكون سببها اكيد كمان رد نفسي او خلل عصبي. رح نروح مع ضيفتنا لليوم لنتعرف على الاسباب وطرق العلاج وايمتى المفروض التدخل النفسي والطبي بهي الحاله. وضيفتنا لليوم هي السيده فاطمه درويش، اختصاصيه علاج كلام ولغه. صباح الخير ست فاطمه، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. حاولنا هيك بالبدايه نعطي تعريف مبسط اليوم عن التلعثم اللي هو ممكن مشكله تكون موجوده عند اطفالنا باي عمر معين. خلينا بدايه نوضح للمشاهدين نحن شو بنقصد بالتلعثم كمفهوم عام. تأتأة كمفهوم عام هي عدم القدرة على إنتاج الكلام بشكل سلس. نحن وقت بدنا نحكي فنحن بننتج كلامنا بدون أي معيقات ولا بيكون في عنا مشاكل، ولا عم نحط جهد زايد لحتى نحن نطلع كلامنا بشكل متسلسل مترافق مع بعضه. فالتأتأة هي بصير في معيقات بقلب الحديث عند الشخص المتأتئ. طيب اليوم عم نحكي عن موضوع التلعثم، بنشوفه نحن بالحاله العامه يعني بنقول فلان بتأتئ عنده تأتئة كثير قوية، هل اليوم ايضا هي الحاله بتخضع للانواع او هي نوع واحد؟ هو في للتأتئة في عده مراحل، في عندنا بالبدايه اول شيء لازم نوضح نوعين للتأتئة، نحن كلياتنا بمرحلتنا كامله، اوقات كلياتنا بنتعرض لمرحله لا طلاقه طبيعيه بنسميها، خصوصي وقت الواحد يكون متوتر، انفعالي، بده يحكي سيره لحدا. فهو بيصير عنده شوي من مظاهر التأتأة، هي التأتأة طبيعية ما عندنا أي مشكلة فيها، أما في تأتأة اللي بتظهر عند الأشخاص فهي بتكون أقرب للتأتأة، عدم طلاقة بنسميها التأتأة اللي هي بيكون فيها مشاكل واضحة، بيكون الشخص عنده تكرارات، في حبسات، في توقفات، عم يكرر جزء من الكلمة أو مقطع من الكلمة، في مراحل عديدة للتأتأة. في المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الحدودية، اللي هي بيكون الطفل لسه مو واعي للمشكلة تبعه، بيكون عم يكرر كلمة أو مقطع من الكلمة أو جملة كاملة، يعني بدي 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 آكل، بدي آكل بدي آكل، فهون الطفل لسه بالمرحلة الحدودية يلي هي بنسميها مرحلة التطورية النمائية، الطفل بيكون مكتسب اللغة كلياتها بعمر 3 لـ5 سنين، هي المرحلة بتكون، فهو أخذ كل مخزونه تبع اللغة، صار عنده تجمع هائل من المعلومات واللغة يلي موجودة عنده، فهو بصير بده ينتج كل شيء بسرعة ويحكيهم فبتظهر عنده التأتأة. أما مراحل التأتأة اللي بتجي بعد التأتأة الحدودية فعنا المرحلة الابتدائية يلي بصير فيها على مستوى أكتر، بصير في عنده إطالات، بصير تكرار على مقطع بدال كلمة، هي الكلمة أسهل من أنه على مقطع، بصير في عنده توقفات. في أشخاص بالمرحلة المتوسطة بصير في عندهم إغلاق، يعني هن فجأة بصيروا مانن قدرانين ينتجوا أي كلمة أو يبلشوا فيها، بيكونوا عم يحكوا بوقفوا. أما المرحلة بتكون مرحلة متقدمة جدا فهو بيكون الشخص تعود على التأتأة بصير عنده توقف بالحنجرة لا إرادي، هو بده يكمل حديث بس هو ما بيقدر، هو خلص وقفت حنجرته عن الحكي. وطبعا في شدات مختلفة للتأتأة، في شدة خفيفة، متوسطة، من متوسطة لشديدة، من شديدة لجدة. تمام، طيب خلينا نحكي عن الأسباب اليوم، شو السبب يلي بيخلي الطفل بعمر معين عنده هي المشكلة، مشكلة بالكلام، مشكلة التلعثم؟ ممكن كنا قبل الهواء عم نقول إنه ممكن تكون سببها وراثي أو ممكن تكون نتيجة خلل عصبي أو أي موضوع، خبرينا أكثر اليوم عن الأسباب بالتفصيل، ليش الطفل ممكن يصير في عنده تلعثم؟ تمام، هلا بالنسبة للتأتأة فهي في كتير إلى أسباب، في أسباب محددة وفي أسباب غير محددة، مثل ما ذكرتي بالبداية ممكن تكون الأسباب وراثية، إذا كان في حدا بالعائلة عنده تأتأة فبتزيد نسبة أن الشخص أو الطفل يطلع عنده تأتأة بمرحلة من مراحل حياته، ممكن تكون لا طلاقة طبيعية مثل ما قلنا أو بالمرحلة التطورية نادمة الشفاء التلقائي، ممكن تكون ناتجة عن خلل عصبي.
نتيجة النظريات يلي طلعت حديثة والدراسات عملوا تصوير رنين بين طفل طبيعي بيحكي بشكل سلس وما عنده أي مشاكل وبين طفل عنده تأتأة، فالنشاط الكهربائي للدماغ بيختلف بين هدول الطفلين، فلهيك بنقول فيه ممكن يكون سبب عصبي، في سبب بيكون خلل بالحركة العصبية. نحن لحتى نقدر ننتج الكلام نحن عندنا ثلاث أجهزة. بالبداية في عندنا جهاز التنفس، نحن إذا ما قدرنا نتنفس صح ونعبي هواء ببطننا صح لحتى نحن نقدر نحكي، فنحن حيكون في عندنا مشكلة. الجهاز يلي بعد التنفس اللي هو جهاز التصويت اللي هي الحنجرة، حركة حبالنا الصوتية بشكل متسلسل ومتابع وراء بعضه. في عندنا الجهاز الثالث يلي هو جهاز أعضاء النطق، فأي خلل بالأجهزة الثلاثة هدول تتبع المراحل تبعهم حتأدي لتأتأة، فممكن يكون سبب التأتأة هو خلل بالتناسق بين هاي الأجهزة، يعني بيطلع الأمر من الدماغ إنه أنت أول شيء افتح الأحبال الصوتية قبل ما إنه أنت تتنفس، فهون ما حيطلع عنا تصويت أصلاً. أو ممكن يكون إحنا قدرانين نحط أعضاءنا النطق بشكل صحيحة وبشكل الطفل مثلاً صوت البي بيشكله بيطلع معه بس ما بيطلع الهواء لأنه جهاز التصويت حبال الصوتية ما تحركت بشكل الصحيح. طب اليوم وقت اللي بتجيكم حالة لطفل خلينا نقول بعمر الخمس سنوات وعنده هاي الحالة، شو أول شيء بتطبعوا معه بموضوع التشخيص لتعرفوا وين المشكلة بشكل أساسي؟ هلأ لتشخيص التأتأة في عنا ثلاث مراحل. بالبداية نحن بنشوف البيئة المحيط فيها الطفل، لأنه أول شيء كل المشاكل بتبلش من بيئته للطفل قبل ما يكون بنشوف شو السبب تبعه من البيئة، سبب عصبي لأنه لكل سبب في علاج محدد له. ثاني شيء نحن بنشوف شو مستوى التأتأة اللي عنده ولأي مرحلة هو واصل. في عنده مظاهر الأساسية تبع التأتأة التكرار، احتباسات، المسافة بين الكلمات، عم يعطي فراغات أكثر، عم يحط كلمات غير وظيفية لحتى هو يملي الوقت تبعه. إذا في عنده سلوكيات ثانوية، شو يعني كلمات غير وظيفية؟ يعني مثلا بيكون الشخص عم يحكي الحوار تبعه ماشي، بيصير بيقول لك شو بدك، شفتها، فهو هون عم يحط كلمات هي ما انا موظفه بقلب الحديث، هي ما بيقول لك هلا لك هديك الشغل، هو بس عم يعبي الحوار تبعه حتى هو يتجنب الكلمه اللي بتطلع فيها التأتأة عنده، حتى اللي حواليه ما يحسوا انه هذا الشخص عم يتأتأ. في منهم بيصير لا بيعطي مجال، يعني بيوقف بيقول لك انا، فهو هون عطى فراغات، صار في مسافة، عطى توقفات لحتى هو يقدر ينتج الكلمة بعدين. في عنا بنحدد نحن شو الشدة تبعيته، شدة خفيفة، متوسطة، شديدة، شديدة جدا، شو السبب تبعه، وعلى بناء على هذا نحن بنحط الخطة العلاجية يلي بتناسب كل طفل. كل طفل حالة فردية لأنه وبيختلف العلاج تبعه. إذا كان في بالعائلة حالة تأتأة فهون كل الشغل أول شيء بيكون على البيئة المحيطة بالطفل. إذا كان الطفل عم يتعرض لتنمر من البيئة اللي حواليه فنحن أول شيء بنشتغل على بيئته للطفل قبل ما نشتغل على الطفل. وفي عنا عدة خطوات للعلاج. نحن أول شيء بنشوف دافعيته للطفل للعلاج، بدنا نعرفه شو هو عنده، شو المشكلة، بدنا نقول له إنه أنت في عندك المظاهر الأساسية، أنت عم تكرر صوت، إذا قلنا على مبدأ الصوت فأنت عم تكرر هذا لحتى تطلع الكلمة، بنوضحه. في تكرار جملة بنقول له عندك توقفات، عم تعبي الفراغ تبعك بتوقفات معينة، احتباس. بعدين نحن بنصير نرجي للطفل نقلل المخاوف يلي عنده، الأحباط يلي هو صاير عنده، بنعرفه انه في علاج، شو دوره هو كمتأتأ، شو دوري انا كمعالج بهي المرحلة. تمام فاطمة، ذكرتي نقطة انه اليوم كل طفل بيعاني من هي المشكلة ممكن يحتاج لجلسات علاج بتفرق عن غيره. طيب شو هي انماط العلاج او رحلة العلاج الموجودة اليوم لحتى نعالج هي المشكلة؟ شو مسمى هيدا العلاج؟ وقد ايه يمكن اليوم هو بده وقت لحتى ناخذ نتيجة ايجابية، او كم جلسة ممكن يحتاج الطفل؟ هلا بالنسبة للعلاج، فهو إذا كان الطفل بالمرحلة الحدودية اللي حكيناها بالبداية هو غير واعي لمشكلته، فأنا بتجه للعلاج غير المباشر مع الطفل. يعني أنا بخلي الطفل يعطيني حوار بقلب الجلسة العلاجية، وبكون عم روح حالات التأتأة اللي عنده، عم أعطيه سلوكيات لحتى هو يقوى بهي المرحلة بدون ما يتجنبها، ما يكون حاسس، يكون عم يشتغل على البيئة اللي حواليه. أما إذا كانت المرحلة ابتدائية فأنا بصير بشتغل بعطيه تكنيكات وطرق لحتى هو يقدر بس يوصل لمرحلة التأتأة. أول موقف تبع التأتأة فهو يعرف، ببلش له تنظيم تنفس، نعطي المرضى كتير جلسات لتنظيم التنفس بالبداية، نشتغل على العلاج السلوكي المعرفي، إنه في منهم بيكون عندهم سلوكيات ثانوية مرافقة للتأتأة، رمشة العين، رشفة الشفاه، ممكن هز الرجل،
بيرتب على ايده برجله وقت يتوتر وتظهر عنده حاله التأتأة. ما مدت الجلسات العلاجيه فهي كمان بتختلف قديش هو واصل لمرحله التأتأة وقديش هو بده جلسات، لانه باي فتره زمنيه رجع تعرض لانفعال فهو بده يرجع من اول وجديد ياخذ جلسات علاجيه. تحسي بعض الاسباب اللي ذكرتيهم او التوصيفات يعني اي حدا فينا وقت اللي بيعصب ممكن تظهر عليه هدول القصص؟ يعني خلينا نقول بالعامي يدمج بعض الكلمات طبعا. يتوتر حتى بلغه الجسد عنده، وذكرنا من خلال حديثك انه اليوم ممكن يكون السبب هو كمان رد نفسي عند الطفل وعند الكبار ايضا. يعني خلينا نعرف شو يعني الرد النفسي وكيف بيكون تاثيره وهل بيكون علاجه افضل بالوقت وبالرحله العلاج. هلا بالنسبه للحاله الانفعاليه عند الشخص فاكيد نحن كلياتنا معرضين لها، خصوصي وقت كنا نطلع نحكي موضوع التعبير نسمعه فهون كانت بتظهر اكثر. اذا الشخص عنده ميول او عنده لنقول مرحله تأتأة بسيطه فهي بتظهر بالمواقف هي الانفعاليه اللي هو بيكون محط انظار لكل الاشخاص اللي حواليه. بلكي خجل او خوف. هلا هي بتتراوح الخجل والخوف هو بيظهر عند الطفل المتأتأ لانه هو بيستحي من حاله يطلع يحكي قدام العالم. فلهيك نحن بنعتبرها خجل، هو بيكون خجلان من حاله انه انا كيف بدي اطلع احكي، انا اذا حكيت انه حيعرفوا انه عندي تأتأة. اما بالنسبه للجلسات العلاجيه وقت الحد الرد النفسي مثلا حدا توفى والده او شخص قريب منه فهي ظهرت عنده تأتأة، هو كان عنده تأتأة لطلاقه طبيعيه اللي كلياتنا بنمر فيها بس هي وصلت للذروه تبعها وقت هو تعرض لهذا الرد النفسي. فنحن هون بنشتغل اكثر اول شيء على الدعم النفسي قبل جلسات النطق، يعني بيكون مترافقين اثنين سوا، نشتغل دعم نفسي للمريض المتأتأ ونشتغل جلسات نطق حتى نحن نحسن طريقة النطق طريقة التنفس الصح وعمل الأجهزة الثلاثة سوا الصح. تمام، خلينا نكون كمان واقعيين. اليوم يمكن بتلاقي الأطفال بأعمار صغيرة طول الوقت ما في طفل إلا معه يمكن تليفون أو على طول هو عم يتفرج على التلفزيون عم يتابع على مواقع التواصل الاجتماعي، فبتلاقي يمكن الأهالي ممكن يكونوا مشغولين أنه خلاص ممكن نخلي الطفل نشغله ونسكته أكيد، بس يمكن هون في بيكون في مشكلة وفي خطأ أنه نحن عم نترك الطفل ساعات طويلة بالتالي ما عم نتواصل معه ما عم نعرف إذا في مشكلة. خبرينا أكثر على هي النقطة. بالضبط، هاي النقطة كتير منيح انك نوهتي عليها لانه عن جد الاطفال وقت يقضوا وقت كتير طويل على التابلت فهن بيقل تواصلهم مع المجتمع اللي هي مجتمعهم اصلا الصغير اللي هي الام والاب يلي الطفل بالبداية ببلش الحكي معهم انه انا هيك عملت اليوم انا هيك صار معي اليوم، فهو وقت يكون قاعد على التابلت لفترة كتير طويلة فهو راح الحوار مع الاشخاص اللي حواليه، هو ما عاد عنده لا ربط وظيفي بين الجمل ولا عاد عطى حوار متسلسل، فهو خلص بصير بيعطيكي جملة مفردة ممكن بعدين يتطور لتأتأة، هو بصير بيعيد الكلمة الكلمة لحتى امه تفهم عليه شو بده. اليوم بدها القصة مراقبة من الأهل، ومثل ما قلنا اليوم أحيانا طفل مقلد يعني ممكن يشوف شخصية كرتونية على اليوتيوب أو حدا من حتى شخصيات كبار اللي عم يشوف في ميول من الأطفال للشخصيات الكبيرة يعني عم يقلدون يعني. طب اليوم خلينا نحكي عن التشاركية ما بين الاختصاص مثل حضرتك وما بين الأهل وما بين الطفل إذا كان بالمدرسة، اليوم قد إيه مهم التشاركية لحتى يصل الطفل لمرحلة الشفاء ويبتعد عن الموضوع التنمر؟ هو كتير بالبداية نحن بنشتغل مع الأهل، نحن على طول بنوه إنه طفلك عنده أنت شفتي عنده مظاهر التأتأة جبتيه لعنا، فنحن بنشتغل بالبداية مع الأهل إنه أنت حاولي تخففي، شو موقف الطفل عم يتعرض فيه للتأتأة؟ إيمت عم تظهر؟ الذروة تبعيتها للتأتأة إيمت أكثر مرحلة بيوصلها للطفل هو عم يتأتأ؟ فنحن بيكون شغلنا مقسم، إذا كان طفل بالمدرسة أو بالروضة مثل ما حكيتي، فنحن بيكون في عنا شغل مع أنسة المدرسة. الطفل ممكن طفل بالبيت بيحكي حوار طبيعي ما عنده أي مشاكل ولا في تأتأة، وقت يروح المدرسة فهي عم تظهر التأتأة أكثر بالمدرسة، فنحن شو الموقف اللي عم يتعرض للطفل؟ فنحن بنكون عم نشتغل على الخطة العلاجية نحن ثلاثة سوا، بيكون في كثير دعم للأهل، بيكون في لهم مشاركة كثير كبيرة، بيكون في أكيد حصة للمدرسة اللي هي ثلاث أرباع نهار الطفل وقت المرحلة المدرسية صحيح. مع الأنستو مع الأطفال اللي حواليه، فالطفل وقت يكون عم يتعرض للتنمر فهي بتزيد عنده التأتأة، ويا ريت بنضل بمرحلة التأتأة لا بصير الطفل بده يتجنب انه يحكي اصلا.
تمام. طيب بالنسبة اليوم للأهالي يلي أهملوا هي المشكلة، وهي المشكلة ممكن كبرت مع الطفل ووصلت معه للمراهقة، وصلت للعشرين سنة لفوق العشرين، طيب هون نحن قديه ممكن الشاب ممكن يتعرض لمشاكل كتير كبيرة بحياته، تواصله مع الأشخاص اللي حواليه، أو حتى إذا بده يدور على فرصة عمل يمكن ما عاد بيكون في عنده ثقة بحاله. طيب رحلة العلاج هون فينا نقول هي بتختلف عن رحلة العلاج، إنه نحن لو عالجنا بوقت بكير كان ممكن نشفى من هي الحالة. خبرينا في حال احنا تأخرنا بخطة العلاج ممكن يكون في أثر. بالنسبة للوقت بين العلاج بين الطفل الصغير أكيد عطول العلاج بالصغر أحسن بكتير من العلاج وقت يكون الطفل موصل لمراحل متقدمة، لأنه مثل ما حكينا المرحلة المتقدمة يلي بيوصلها الشخص المراهق أو يلي عمره بالعشرين بالثلاثين فهو بيصير خلص عارفان إنه عنده تأتأة، هو أصلاً بيكون في منهم رافضين للعلاج، أنا متعايش مع التأتأة تبعي، بيصير بيتجنب الموقف، بيتجنب الكلمة اللي هو بده يحكيها، بيصير بيعمل سلوكيات ثانوية حتى يخفف من التأتأة، في من الأشخاص بيصيروا بيحكوا بسرعة حتى هن ما حدا يلاحظ حواليه إنه عم يتأتوا، إيه أنا ما بتأتأ، أنا بحكي بسرعة بس، أنا ما عندي تأتأة، فالجلسات العلاجية بتاخذ وقت كتير أطول، ونشتغل كتير على الدعم النفسي عنده. للأطفال للأشخاص الكبار بالعمر أكثر، وخصوصي بيجون عنا فترة المشاريع التخرج أكثر شيء، لأنه هل عندي مشروع تخرج أنا ما أدرى أن أطلع ناقش، ومثل ما حكيتي كتير بيختلف، بيكون جايب علامات كتير عالية فهو ما بيفوت بفرع، يعني مثلا علام ما بيقدر يفوت لأنه أنا ما عندي الطلاقة اللي أنت أحكي فيها، علاج كلام اللغة أنا ما بقدر فوت لأنه إحنا في فحص لازم تكون أنت عم تحكي بشكل طبيعي تفوت، معلم صف ما بيقدر كمان يفوته، فبتلاقي راح على الشيء المكتبي أكتر اللي هو بيغطي أصلاً هو قديش مجتهد وقديش عنده إمكانية لي حتى يقدمه. طيب اليوم هون ما بين يعني ذكرتي حالي انه اليوم بيكون الشخص طليق واليوم خريج جامعه بيكون احيانا، ولكن بوقت مثلا مناقشه مشروع او بده يعطي طلاب يبلش عنده التلعثم، هل هي المشكله بتظهر فجاه يعني لها علاقه بشخصيته يعني؟ هلا هي بتظهر مثل ما قلنا عن رد انفعالي او عن رد نفسي، ممكن يكون في خلل عصبي بس ما وصلنا. شوفي وقت يكون في خلل عصبي يكون عندنا في رد نفسي، فالخلل العصبي لسه عم ثبت لأنه نحن ما إجا الربط النفسي اللي هو بخليه يظهر للعامية بشكل أوسع، فهو تعرض لهذا الموقف ونحط فيه، خصوصي بنشوفه أنه أنا فجأة هلا طلعت بدي أحكي تلاقي عم بيرجف، ايه في رجفة في حركة بالإيدين، هاي السلوكيات اللي الكل بيعمل حتى هو يشتت الناس من حواليه أنه أنا ما عندي تأتأة، اللي هي هزة الرجل حتى العالم تنتبه على هزة رجله ما تنتبه على حركته ايمت هو عم يتأتأ فيها، فكتير بيختلف وبتظهر عن جد بشكل انفعالي أكثر عند هدول الأشخاص. تمام. بالختام كنتي معنا فاطمة درويش اختصاصية علاج الكلام واللغة، نورتي صباحنا لليوم، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك فاطمة وعلى حضورك اليوم، ودائما هيك بنتمنى المراقبة من الأهل وخاصة على التابات والموبايلات بفترة نموها الطفل. شكرا لحضرتك. شكرا.